صدد تنظيم واحد الحملة طبية بالجامعة ديال سيدي حرازم في إطار تقريب الصحة من المواطنين. كما كتشوفوا فيما كتشوفوا الآن كاين مجموعة من الأدوية اللي حاولنا تغطي معظم الاختصاصات. وركزنا بالضبط على الأمراض المزمنة والغلاف المالي الإجمالي لهذه الأدوية كاين هز 70,000 درهم. وبعد الصادات نقولوا راه قررنا ما يمكن الصحة من المواطنين بالعلم القروي. You know.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر على تقديم تكون بها القافلة التربية. على كل حال القافلة التربية كتندرج تحت تقرير الصحة من المواطنين خصوصا المناطق المعزولة نسبيا. حنا هنا في تخصص أمراض النساء والتوليد كنحاولوا على ثلاثة أهداف: تشخيص سرطان الثدي، تشخيص سرطان عنق الرحم، وفيما يخص الحمل محاولة الديفيس برج، يعني تشخيص الحمل اللي كتكون خطورة سواء على صحة الأم أو الجهة. يعني فهاد الصباح هذا الحمد لله تمكنا نسبيا من تحقيق الهدف، ولكن كتخصني شي واحد إن شاء الله مهمة بأن القوافل التربية خصها تكون واحد كيضم واحد الشكل اللي هو مستمر، واحد الشكل اللي هو منتظم مستمر باش يكون ضمن الاستمرارية ديال العلاجات اللي كنخدوها اليوم في أول خطوة هذه. أشكرك. حنا جينا هنا بالفولونتي، جينا باش نشوفو بوغنو حنا في جينيكو كنشوفو العيالات اللي حاملين ولا اللي عندهم مشكل إما في الوالدة إما في على مستوى ليسان ديالهم. صافي شي كاين. على كل حال هادي كتسمى دائما تطوعية، وحنا في إطار مواطنة كمواطنين مغاربة في إطار الوطنية راه سي الطبيعة اللي كاين معانا طبيب جاي من مدينة جلادة، أخت جاية من مدينة الريصاني، أخت جاية كذلك من الريصاني إقليم تازة، ولكن كيبقى القاسم المشترك بيناتنا هو أننا كنا مغاربة ومستعدين نخدمو في أي مناطق هذا هو اللي كاين. وكيف قلت لكم اللي هو مهم هو خص القوافل التربية تستمر تكون مبرمجة على المدى الطويل باش مثلا تعطي الأكل ديالها، لأن ماشي غير تشخص حالة وتسمح فيها بل خصنا المتابعه، خصوصا مجموعة الحالات اللي كنوثقوها عندنا هنا بالعناوين ديالهم وارقام الهواتف ديالهم باش نحاولوا نتصلوا بهم ونستمروا في الحوايج ان شاء الله. شكرا جزيلا.